تجي تعدي من حارتك تشوف خالك ابن عمك جارك صديقك اللي يعز عليك ورجعنا تمينا هاللمة الحلوة، تحس بالأمان بالسعادة، وإن شاء الله الأيام المقبلة تكون أحسن إن شاء الله. الحمد لله القرى صار لي شي 6 سنين مهجرين مثل المثايل، ورجعنا على بيوتنا اجباري، يعني ما لنا غير بيوتنا، دبرنا حالنا من الرديم وعمرنا القالها طين وقعدنا. والحمد لله وضعها شوي قام يستقر، فيها امان وفيها شيء، واول بالاول قمنا نرجع ونعمر. الوضع صحيح وضع ما مو زابط، بس احنا اول بالاول نزبطه بدينا. اللي عنده دابه باعها، اللي عنده بقره باعها، اللي عنده سياره باعها، اللي خذا كسر على رقبته تدين دين وعمرنا بيوتنا، صار لنا من 2018 عاودنا عليها، ولسع ثلث المنطقه ما عاودت، ثلث المنطقة من فقر الحال ما عاود.